فالمتمسك بالدين على الحق هو الجماعة ولو كان وحده. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، كان أمة من فراده، ولهذا قال لزوجته: ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك. فكان هو الجماعة، وبقية أهل الأرض هم الشاذون بمناهجهم وعقائدهم وأديانهم. فهذا الشاب في وسط تلك الأسر أو تلك الشابة الذين قد تمسكوا بالكتاب والسنة وأنكروا المعصية هم الذين على حق، ولكنهم غرباء، ولكنهم غرباء يستنكر فعلهم بقية أفراد أسرته. وهكذا معشر الإخوة، لو أن صاحب دكان يمشي بالأمانة بعيدا عن الغش بعيدا عن الكذب، يخبر بالسلعة على وضعها الحقيقي، ويرى الناس من حوله في الدكاكين منهم من يغش ومنهم من يكذب ومنهم من يخدع ومنهم من ينفق السلعة البائرة باليمين الفاجرة، وإذا بهم ينظر بعضهم إلى بعض: والله فلان مغفل، فلان بليد، فلان ما يصلح أن يدخل في السوق، فلان ما يعرف أن يشتري السلعة، تجلس عنده وما تمشي، لكن نحن ننفقها ونمشيها. فاستغربوه لأنه صادق ولأنه أمين ولأنه ليس بغشاش ولأنه يخبر بالسلعة على وضعها الحقيقي. أصبح هو الغريب، وأصبح هو المنبوذ، وأصبح هو الذي يلام وهو الذي يعاتب. نعم، ويرون أنه على غير الصواب فيكون غريبا في السوق، لأنه على الهدى وعلى الحق وعلى الدين وعلى الأمانة. وأولئك من بينه ومن حواليه في السوق كله يستغربون فعله ويستنكرونه، مع أنهم هم الغرباء الذين أتوا بالدين بالطريقة الغريبة التي هي بعيدة عن تعاليم الإسلام، وهو الذي على الحق وهو على الهدى، ولكنهم يتساخفون عقله ويرون أنه مغفل. نعم، كذلك من الناس من تكون أسرته من حوله كلهم يحلقون لحاهم، فيبدو بلحيته على هيئة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم قد حلقوا لحاهم، فلا يزالون يستغربون منه. واحد يقول: أنت صورتك كذا. واحد يقول: خوفت الأولاد. ومنهم من يقول: يستهزئون بوضعه وبلحيته، إلى غير ذلك. هو غريب، غريب بهذه الصورة، إلى غير ذلك من الصور والوقائع. كذلك معشر الإخوة، الغربة في العادات والتقاليد، يكون الإنسان سائرا بين قومه على عاداتهم وتقاليدهم، يتعصب لهم على باطل، يتعصب لمعاصيهم ولبدعهم ولمخالفاتهم ولعقائدهم. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. هو امرؤ في قومه، كما قالوا: بين أخوتك مصي ولا وحدك مصي. يريد أن يكون مع قومه على ما هو عليه، ولكن إذا من الله على شخص فتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحترم عادات قومه وتقاليدهم التي هي على الكتاب والسنة، وخالفهم في العقائد الباطلة وخالفهم في الأعمال الباطلة، عند ذلك انظر ما الذي يحصل. يا فلان، بيننا وبين بني فلان قتال، تعال وشارك معنا. يقول: لا والله، لا أريد أن ألقى الله ببني مسلم، نحن نصلي في المساجد وهم يصلون في مساجدهم، ثم نخرج إلى الجبال نستقل، هذا لا يجوز، هذا محرم. وإذا بهم يرمونه عن قوس واحدة، ويطعنون فيه ويسبونه، وأنه جبان، ويجلس مع النساء، وأنه غريب في وسط قومه، إذ هم مستعدون أن يقاتلوا على الباطل ولو في الشهر الحرام، لا يبالون، ويريدون أن يأخذوا بما يشفي غليلهم ولو بإراقة الدماء.